وأما الحديث المنتشر بين الناس إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا لكم فتنة فأفساد عليه، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو امتنع الإنسان من التزويج لعدم التكافؤ في النسب، يرى أنه قد تقع مثلا مشكلة أو كذا، ما هو ملزوم بهذا. وأذكر أن أحد الإخوة سأل شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فقال له: هل يجوز لي أن أتزوج امرأة لا تكافئني في النسب؟ فقال له الشيخ: أنا حاضر. قال له الشيخ: ماذا يترتب على هذا؟ ماذا تتوقع أن يترتب على هذا بعد ذلك؟ قال: ممكن بعض الأقارب ممكن يقاطعونني، لا يكلمونني أو كذا وكذا، ممكن بعض الجهلة من الأقارب ممكن حتى يعتدون علي بالضرب. فأذكر قال له الشيخ: ما الله أمر، دور لك واحدة ثانية، لا تأخذ، خذ غيرها، خذ واحدة تكافئك، لماذا تبحث عن المتاع؟